ننزل الباراشوت نلوت ونهيئ على نفسنا ونشوف أي زبانة تيجي نظبطها يعني. هنا ودنا وعيانا على نفسنا كده وعنا على حالنا وعنا على حالنا وضبطنا نفسنا ونشوف بقى احنا بعدين كده سمعنا ريح انا رح نخلص وقعد ولو تروى على حالي خلي شراء شراء ولو تروى علي ونطلع هذا نطلع نفسك قلت لأي حاجة كده ولا حاجة انت نفسك ولا حاجة ونقود نظبط نفسنا كده عشان هتبقى معاكنا المهم يعني نعمل اللي علينا ونسيبها عليك في الآخر. هاي سمعنا صوت عربية طلعنا نشوف مين اللي قلبه جايبه جاي أو بس واحد جايبين أوبن شوف قلبه ده شيء وصحاب التانيين جنب واحد تاني جاوة نطلع نمشي آخر آخر نجيب لنا يعنى موت برا خد يا ابني تجري ليه يا ابني تجري كده ميت يا حبيبي حبيبي نشوفك خلاص سيب كان خد يا ابني بس مش شايفة زي واحدة حظك كان بس بخير اسكت خد يا لا يا خد يا لا خلاص أنا بسيب أصحابي دي مش مرجالة يا ابني أمال ده تسيب أصحابك ليش؟ روح أطلع لك فيها أنا بتلعب مع حد لعب مع رجالة يا صاحبي عشان أوصلك وخلاص أنت هتموت ولا عشان ما عادش تلعب مع أي حد تاني لو صاحبك ما عادش تلعب مع أعمل بلوك يلا نمشي نركب العربية ونفنخ على حالنا نولعها الجهاد رغم ابن السواق لما يركب عربية رغم وتعلم السواق علم علم شوف شوف تعلم بقى نور السواق شوف اصحى شوف القلب اتفرج بقى السواق المعلم من العربات اللي ابني بعمل ايه اتفرج اتفرج بقى تعلموا تعلموا حاجة للزمن هبط بقى بتلعب اللعبة بقالك 20 سنة بتربط ابن لك وبتسيبها وتمشي عربية جالك لحد عندك مع دولة دي السواق البرنس تعلموا بقى تعلموا أهم حاجة يا رجالة بقى يا ريت نتفكوا مش تربطكوا عشان الله يطلع يعني مش دعمة خالص